ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشوف ايه قصة المشمش. طبعا نستغله نعمله مربى ونخزنها، ممكن برضو فطار حلو معلتين قشطة كده، معلتين مربى مشمش، حاجة فطار جميل. نقدر ان احنا نعمله برضو ايس كريم عملناه، فخلينا مع بعض نشوف ازاي نعمله كب كيك. المقادير على الشاشة: مشمش خالي من النوى، ده اساسي، وتجيب الحباية اللي هي مستوية شوية، بلاش اللي ناشفة قوي عشان ناخد السكريات بتاعتها. معانا من الدقيق كوبايتين، معانا البيض ثلاثة، الحليب نص كوب، بيكنج باودر معلقة كبيرة، وشوية فانيليا معلقة صغيرة، وربع كوب من الزيت ونص كوب من السكر. هي دي المقادير البسيطة السهلة اللي تقدر تعملي كب كيك بطعم مختلف. ليكي تركاية هنا، تقدر تحط بشرة ليمون حسب الرغبة، اللي يبقى فيه طعم الحامض كده مفيش أي مشكلة، وده اختياري. تعالوا نشوف نعمله مع بعض إزاي. أول حاجة اتعلمنا من الشيف المغازي تكسير البيض مع السكر حتى يكون سهل الذوبان. أدي التلات بيضات بالشكل ده كده، لأن السكر لما بينزل على البيض بيساعد على إن هو يدوب بسرعة ويديني المادة الهشة بتاعته ببساطة خالص. أهو أسئلة كتير يا شيف مغازي. مقادير الكيكة بنعملها مع بعض، مقادير الكب كيك اهو. شفت اول ما ضربت المضرب مع البيض والسكر داب اهو 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 اهو. نحط الفانيليا، ده الطبيعي، سريعا كده زي الفل اهو. طب لغايه امتى يا شيف؟ لغايه لما البيض يعمل رغوه كده نعرف ان هو خلاص جاهز. اهو بالقوام ده كده، بص عليه كده اهو اهو. وتعرفي كمان البيض كويس معاكي ما فيهوش اي مشكله، لو قطع يبقى البيض مشكله في البيض اهو. شايفه القوام ده كده اهو اهو، وانا طالع بالمضرب كده زي الفل. انا كده قلبت الزيت مع السكر مع البيض، ومعانا بيكنج باودر وحليب، هنخلي دول على جنب. هناخد البيكنج باودر، هناخد المشمش ونقطعه مع بعض كده. ناخد المشمش نقطعه بالطريقه دي كده بسكينه حاميه. خلي بالك، والمشمش يا ست الكل، يا امي يا خالتي يا عمتي، يتغسل بقى قبل التقطيع، يعني ما تقطعوش زي ما انا عامله كده وتقعدي تغسليه في ميه. خلي بالك اهو بالطريقه دي كده، نقطعها بالطول بحيث تبقى شخصيتها في الكب كيك باينه اهي اهو 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 كده بالشكل ده كده. المشمش ده طبعا في منه المجفف اللي بنشوفه في الايام المباركه شهر رمضان الكريم، وكمان بيتعمل منه قمر الدين اهو اهو. والمشمش قيمته الغذائيه عاليه جدا عشان كده بيهتموا بيه، بتلاقوه صيف شتاء موجود اهو. في الصيف بنلاقيه بالشكل ده كده، وفي ايام الشتاء طبعا بيكون مجفف اه اه. دول شويه المشمش الحلوين. سكينه ما يكونش قطعت بصل قبل كده، وبلانشه ما تكونش قطعتي عليها لا توم ولا بصل زي ما انا شغال كده، عشان ريحه البصل والتوم ما تبقاش في الكب كيك اه، لان المشمش اي ريحه بتتاثر عليه. يعني لو حطيت طبق المشمش ده في الثلاجه والثلاجه دي فيها طبق مخلل، هتلاقي المشمش ده خد طعم المخلل. حاجات صغيره كده بس بتفرق. المشمش ده في التلاجة وفيه توم في التلاجة وبصل، هتلاقي المشمش ده طعم التوم والبصل اهو. دول كفاية قوي على فكرة. هناخد دول كده ونكمل اللي احنا بنعمله. ادي البيض مع السكر مع الزيت مع الفانيليا، دي خطوة، ورشة ملح صغيرة كده. تمام، عندنا الدقيق بتاعنا قد ايه يا عم الشيف؟ كوبايتين. احنا هناخد شوية كده منه ونشوف المقادير مع بعض اه. حلو، ثلاثة للأربعة كده، ونسيب شوية في الآخر حسب المقادير بتاعتي. حلو، وعادي البيكنج باودر بنحطه على الدقيق قبل ما نقلبه بالشكل ده كده. نقلب دول كده مع بعض، شايفين البيض اهوت كده في قلبيها اهو. ننزل بالمشمش بتاعنا عليهم، ننزل بنص الكمية والنص التاني هنحطه على وش الكب كيك. ننزل بالحليب، حاجة كده ممكن تسميها المافن بالمشمش أو مافن المشمش اه اه اه. شفت أنا حطيت الحليب إزاي؟ حسب الرغبة اه، لأن هتحطي فواكه مشمش، هتحطي تفاح، هتحطي كيوي، لازم تتحكمي في السوائل اه. الشكل ده كده آه. حلو أوي. ننزل بكمية المشمش دي كده شوية منهم، ونخلي شوية الله، ونقلب كده. أنا ما استخدمتش يمكن تقريبا 10 حبات مشمش اه كده، الموضوع معايا خالص اه بالشكل ده كده، المقادير كلها مع بعضيها اه. هعمل ايه؟
هجيب قوالب الكب كيك واوسع كده الدنيا ونشوف ازاي نعمله مع بعض، علشان ده انا حابب الوجبه دي تكون وجبه فيها كل حاجه. ست الكل عايزه القرص الطريه بالسمنه. طبعا سمنه وقرص طريه يبقى على طول نعجنها باللبن الرايب اللي هو الزبادي. لا، اللبن الرايب غير الزبادي، بس طبعا في الريف المصري معروف اللبن الرايب اللي هو بناخد القشطه من على وشه. حلو الكلام؟ والزبادي معروف، اللبن الرايب بقى بيكون الدسمه بتاعته اقوى من الزبادي. بنقطع شويه مشمش كده، يبقى عندنا اللبن الرايب والخميره والسمنه. زودت انا شويه مشمش كده بالشكل ده كده، وبنعمل عجينه القرص الطريه بالشكل ده كده. انا ايه زي الفل، اوزع المقدار ده كله على المشمش. بس طبعا عايز لما اشتغل بالمعلقه اقول لحضراتكم على حاجه لطيفه كده، بجيب بوله فيها شويه ميه. حلو قوي، واحط المعلقه دي في الميه كده واحطها هنا واحط كده. يلا نبص مع بعض كده، نتابع اهو كده اهو، ونشوف الشيب بيعمل ايه. اهو اخد المقدار ده كده وانزل بيه هنا كده. انك تحط المعلقه اهو زي الفل. تمام، نكمل موضوع القرص بتاعتنا. خدنا اللبن الرايب وخدنا الخميره والسمنه البلدي، والخميره عشان تشتغل مع القرص كويس بندوب معلقه سكر مع الخميره ونعمل العجينه بتاعتنا، واهم حاجه مرحله التخمير. فطبعا بنقرصها وبنقطعها وبنحطها في صينيه بتاعت الفرن ونخليها على جنب لمده 20 دقيقه تقريبا قبل ما تخش الفرن. بنجيب بيضه كده، بنحط صفار البيضه، بنحط عليه شويه حليب، وشويه الحليب دول يا عم الشيف بنقلبهم مع صفار البيضه. بسلك انا العجينه دي كده، وفي الاخر بنحطها في الفرن. البعض ممكن بيحب معاها حبه البركه، سمسم، كمون، حسب الرغبه. انت بقى رغبتك تحبي حبه البركه زي الشيف كده، حط على وشها حبه البركه. بتحب تحط عليها سمسم، حط سمسم. انا بوزع المقدار كده بالشكل ده كده اهو. بس انا علمتك حاجه، انك تستخدمي المعلقه في شويه ميه، دي مهمه جدا. ولكن لازم تكون عندك شويه بقى ايه خفيه كده، علشان العجينه لو قعدت كتير فيها بيكنج باودر بتهبط منك. كب كيك ده حلو على فكره، ميزته ان فيه كل حاجه، بروتين. يعني وجبه جوزك مستعجل ونازل على الشغل ياخد واحده من دي مع كوبايه عصير، هيتنه طول النهار يدعي لك. ابنك رايح على النادي خلاص الامتحانات خلصت، اديله واحده من دي كده مع العصير بتاعه زي الفل. درجه حراره الفرن عندي 180، بامن على الفرن قبل ما بحط المقادير دي واوزعها في القوالب. وهدخل الكب كيك ده، هيعجبكم قوي على فكره، بس تخلي العجينه لها قوام كده زي ما انا شغال بالطريقه دي. الله، عينيا، حاضر. المعلقه في ايدي واوزع كده بالتساوي زي الفل، وما شاء الله كلهم مليانين مشمش. درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف، حلو قوي. بدخلها الفرن، ومكانها لازم نعرف هي فين بالظبط. حلو قوي، يلا بينا عشان ناخد بعضينا وهنطلع فاصل. بنظبط الفرن بتاعنا كده مش صح، نحط طبعا الشبكه دي تحت كده، ونحط الشبكه دي كمان تحت كده. لو عندك فرن بالشكل ده كده هتقولي لي ما عندش الكهرباء يا شيف، الفرن العادي بتاعتك خالص بتحط الشبكه على وش النار وبتدخليه بالشكل ده، ده ما يتحطش على النار مباشره. نبص عليه كده، ايه الحلاوه دي؟ صوره الكب كيك بالمشمش تتحدث عن نفسها. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع لاكله لها تراثها ولها تاريخها ولها مذاقها الخاص، لانها بتتعمل من المطبخ المصري بفول مصري من ارض طيبه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاكله لها تراث مصري واخده الشعار المصري، حتى لو اكلناها عند سور الصين العظيم. حلو، بصاره امهاتنا اشطر حد في العالم يعملها. حلو الكلام. فول مدشوش، ولازم ننقيه كويس
ما يكونش فيه حاجات مثلا زلطه، رمله، طينه، واحده مش متقشره، الحاجات دي كلها، لان قشره الفول في البصاره تفرق معانا بالشكل ده كده. بيتغسل مره اتنين تلاته ويتنعمل بالليل، امهاتنا علمونا كده، دي ما فيهاش تأليفه. ومعانا بسطرمه بنجيبها من عند بقال معرفه ونشيل التوبنج بتاعها اللي هو عباره عن حلبه مطحونه وتوم انا مش عايزه. ومعانا بقدونس وقرن فلفل حار شويه ومعلقه كزبره خضراء وتوم مفروم ناعم وزيت زيتون وخلص الكلام. البصاره هي اكله صيامي، اخواننا المسيحيين طبعا بنوجه لكم تحيه كبيره، طبعا معروفين ان احنا بناكلها دايما في الصيام، ولكن انا هضيف لها بسطرمه، ده اختياري، مش عايزينها مفيش اي مشكله. المقادير زي الفل على الشاشه، تعالوا نشوف احنا محضرين ايه ومجهزين ايه. حلو قوي. الفول ده عشان احطه على النار عايز وقت من طبعا الكبير علشان تستوي، فانا طبعا اختصرت الوقت وحطيت الفول على النار مع بصلايه وخمس ست فصوص ثوم، واستوى الفول معايا وبقى معايا بالشكل ده كده، وطحناه وصلنا للمرحله دي الحمد لله. ده الفول. فول مطحون زمان طبعا، امهاتنا يمسكوا الفول ده في مصفى كده وبايديهم كده لغايه لما ينزل من المصفى. انا فاكر المنظر ده لغايه دلوقتي، كانت امي تعملها كده، مفيش بقى الخلاط الخلاط مفيش بقى خلاط، كانت تضربها في خلاط والجو اللي احنا عارفينه دلوقتي ده تكنولوجيا، لا خالص. الفول يتسلق كويس، وبعد ما بيتسلق بتسيبه يبرد شويه وبايديها كده ولا بالمغرفه تقعد يا عيني تقلب فيه لغايه لما ينزل من المصفى ناعم. حلو كده الفول تمام. طيب ايه اللي بعد كده يا شيف؟ الخضره بتاعه البصاره، تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي، وخاصه المبتدئين في المطبخ، يعني المبتدئين في المطبخ دايما يحبوا يعملوا الاكله بتاعه امهاتنا، فاحنا بنساعدهم كمان يعملوها بطريقه حلوه. معانا بقدونس بنشيل العروق بتاعته. معانا اتصال مين من الحبايب؟ الشكل ده كده، الفرمه دي اخواننا الكوريين، يعني زي اخواننا الماليزيين واليابانيين، المطبخ كله داخل لبعضه يعني. حلو، كان زي الطلياني كده مع المطبخ المصري والمطبخ الايطالي والمطبخ اللبناني، سوري، مصري ايطالي لبناني، برضو الثلاثه متشابهين لبعض، المطبخ الكوري والمطبخ الياباني والمطبخ الماليزي، الثلاثه مدرسه واحده. حلو، يعني مثلا عندك الاكله الكرومبي مثلا، احنا دايما نخلله في البيت عندنا بعد ما بنعمل اكله محشي، بنحط عليه خمس ست فصوص توم ونحط عليه الشطه ونحطه في برطمان او بعد يكون مسلوق وناكله. طبعا اخواننا الكوريين بياخدوا الكرومبي ده يتقطع ويتحط عليه فلفل حار جدا ويبقى لونه احمر مع الصويا صوص والوسابي صوص، ويبقى بتخلي الواحد ياكل كده ومحتاج ان هو يقعد ايه يهوى على بقه لمده ساعه. انا الخضره معايا بالشكل ده كده، بفرمها بالسكينه، ده البقدونس مع شويه كزبره زي الفل، عايزاها سبايسي بناخد القرن الفلفل الحار بالشكل ده كده، وعندي طاسه شديده الحراره مع زيت سمسم، مع زيت زيتون، الكوريين على طول عندهم زيت السمسم ده اساسي. وقرن فلفل اخضر زي ده كده، دي الخضره بتاعه البصاره، فلفل حار، بقدونس، كزبره. طيب وصلنا تمام زي الفل. معانا نعناع اخضر، باخده برضو بفرمه بالشكل ده كده. عايزه تعمليها بالملوخيه الناشفه، اهلا وسهلا، في قلب الفول ده بتحط شويه ملوخيه، تاخد غلوه تزينها بالتومه والزيت، دي طريقه. الطريقه اللي انا بعملها دي بقى طريقه شويه فيها ايه تاليفه يعني، جربيها، عجبتك اهلا وسهلا، ما عجبتكيش خليك على الطريقه اللي اتعلمتها من ماما، ما خسرناش حاجه. حلو، طاسه شديده الحراره، بنحط شويه زيت زيتون، حلو قوي، وناخد الخضره دي كده مع فص توم، حلو، ما نستناش عليه لما ياخد لون، وناخد الخضره بالشكل ده كده اهو. العب. الصوت ده ايه بيجوعني اهو. كل دول هنا مع بعض واقلبهم كويس، تقليبه حلوه كده، اللهم صل على النبي. بشوح الخضره في زيت زيتون، حط عليها بقى التتبيله، شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون، الخضره دي هتنطرب في الخلاط تبقى ناعمه، نسقط عليها البصاره غلوه ونغرف وناكل. شايف الخضره اهي، الله على الريحه الحلوه، حط عليها شويه زيت زيتون كمان، حط البهارات بتاعتي. ايه بهاراتك يا عم الشيف؟
شويه كمون كده حلوين، عشان الكمون بيعالج مشاكل القولون، لان الفول مشكلته يقول لك انا والله ما باكلش الفول، ليه يا حاج؟ يقول لك والله بينفخ لي معدتي وبيعمل لي مشاكل مع القولون. لا، انت عندك الحل، الكمون على الفول وداعا لمشاكل القولون. وعصره ليمون كده على طبق الفول وانت بتفطر الصبح عشان تستفيد بفيتامين سي مع الكمون، تبقى لطيفه وحلوه. شايفين كده الخلطه بتاعه الخضره اهي زي الفل، بس بقى كده تمام. التقليبه دي مهمه جدا. طبعا ده اللي بيشوفنا دلوقتي هقول لك شيف المغازي هيعمل دلوقتي ايه؟ جريمه، جريمه مطبخ. ايه هي؟ هياخد الخضره دي يحطها على البصاره. طبعا مستحيل يعني، خلي بالك. بجيب الكبه، دي جريمه، ده كده انت بتغير في اكله لها تراثها ولها تاريخ، انك تحط عليها بسطرمه والشكل كمان، يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هناخد الخضره دي كده بالشكل ده كده اهو، نحطها في الكبه وتتفرم ناعم قوي. انا عايز الطاسه اللي انا شغال فيها دي، خلي بالكم مش هفرط فيها، ما تروحش على الحوض، عايزها. واخد الخضره دي يا عم الشيف، افرمها ناعم جدا، بوريه زي الفول بالظبط. وشوفوا بقى الشيف ايه هيعمل الطشه ازاي الحلوه. حاجه مش جديده ولا حاجه، هي يعني مدرسه سهله كده، المبتدئين في المطبخ يحبوها ويستطعموها. والطاسه دي هنخليها على جنب، وناخد الكبه دي يا عم الشيف، اللهم صل عيني. حاضر حاضر يا غالي. ونفرم دول ناعم قوي قوي قوي، طبعا زيت الزيتون جواهم والخضره دي، هم هيساعد على ايه؟ على الفرم. بالشكل ده كده بسرعه. يلا الله، ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الحلاوه دي يا شيف. زي الفل، بس خلاص شيل دي هنا كده وروق ده. هو السر في الطاسه؟ لا، في الكبه. السر في الكبه. بناخد الطاسه دي كده تاني، معلش اهو، نحط شويه زيت صغيرين. شوف بقى التركه دي كده. حلو قوي. ايه الاخبار؟ وننزل بالخضره اللي احنا فرمناها دي كده تاني. اول بتاعه تنزل منك في قلب الزيت، خلي بالك الحاجات دي كانت بتحصل معايا وانا صغير، خلي بالك وانا لسه بتعلم، واقعد ادور عليها والاقيها في الطبق في الاخر. اضحكوا. غطا ازازه، دبوس الكيس مثلا فيه فول، خلي الحاجات الصغيره دي تخلي بالك منها، خلي بالك. ايه الحلاوه دي؟ سيبش حاجه. شايف الريحه الحلوه دي كده؟ بصراحه طريقه الشيف المغازي، زيت الزيتون مع الخضره والطعم الحلو ده كده. الفول اخباره ايه؟ اخباره ايه؟ الفول جاهز مطحون وجاهز. اللهم صل على النبي. ناخد الفول ده كده ونلعب، يلا بينا. اللهم صل على النبي. يلا، هو ده هو ده هو ده هو ده. خلصت البصاره يا شيف. حاضر. ونقلب كده. يا ويلي يا ويلي. البصاره على طريقه الشيف المغازي، ونقلب كده. جربيها بالله عليك، تجربيها. انا عارف انت اتعلمتها من ماما غير كده خالص، انا بعلمك على طريقه سهله. الفول حتى لو انت بعد ما استوى الفول وجوزك كلمك وحماتك وماما وفي عزومه هنعمل اكل تاني، لو شلتيه في التلاجه زي ما هو كده مش هيحصل له حاجه. هو الفول اتسلى على النار مع بصل وتوم، او بصل بس وخلاص، او فول لوحده اتسلى وفي الاخر حطيناه. اقلب كده، لازم تغلى على النار، لازم كل ده يغلى على النار. خضره فريش، بقدونس، كزبره، بلاش الشبت، فلفل اخضر رومي، فلفل حار فيها، توم، زيت زيتون. واقلب كده. الكمون جواها، واحط شويه كمون في الاخر خالص بعد ما تطلع من النار، واظبط الملح بتاعها. يا نعم، عين اصبر على لسه ما جاش وقت البسطرمه، البسطرمه جايه دلوقتي في الطريق. اسيب ده على النار تغلي، وتعالى نشوف ايه قصه البسطرمه معاها. انا بعمل اكله لها تاريخها، فلازم نركز شويه مع بعض. طاسه على النار اهي،
دي للبسطرمه، تسخن كده واروق الفرن بتاعي كده. حاضر عينيا. بيقول لي الكب كيك، يا مخك شاطر، انا دايما يذكرني. طب صلى على الحبيب قلبك يطيب قبل ما تخش الفرن. يلا 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 العب يا سمك، هو ده. كب كيك بالمشمش، واشوفك في المشمش. حلو. في الفرن ولا خليه؟ عاجبك الصوره، انا عارف عايزك تخليها كده على طول. لا جيبها جيبها، ما تزعلنيش. ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ الله، العب العب. يلا اقفل الفرن، هديه كده واسيبه. حلو، نرجع للبصاره. لسه ما خلصتش البصاره، بعملها بمزاج قوي على فكره، بس مهما اجتهد واعملها مش هعملها بطعم امي الله يرحمها خالص. شويه الملوخيه الناشفه كده تحطها في قلبها وشكرا. معانا بسطرمه، ومعانا توم، ومعانا من زيت الزيتون معلقه، ونشيل السكينه دي بعيد عن الحوض، وناخد البسطرمه دي كده نحطها على البلانشه كده، ومسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه. ياخد البسطرمه وانعامها جامد قوي، زي التوم كده. وحمص يا مغازل البسطرمه دي مع توم مع زيت زيتون وشويه نعناع يابس، واغرف البصاره دي في سرفيس كبير كده يلم العيله، وزين الطبق ده بالبسطرمه والثوم، وخلي طبق على جنب علشان ما حدش ايه يقول لك مثلا مش بحب البسطرمه صيامي، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. حلو قوي، زي الفل. اخبار الطاسه ايه؟ سخنه؟ قلل النار. تمام، حط زيت زيتون. حلو قوي، شويه توم محترمين كده، وعينك على التوم عشان ما تاخدش لون. انت مش بتعملي طشه لفته اهو، وانا صغير لما كانت الحاجه رحمه الله عليها تعمل البصاره دي، كنت بشوف التومه كده على وش البصاره، كنت ارقي التوم واكله بقرمش كده. التوم ده كله، وبص على البصاره بتاعتي دي كده غلت. تغلي، كل ما تغلي كل ما تاخد لون، كل ما تغلي كل ما تاخد لون. لا، اكله لازم نقف عندها وقفه، دي بتتكلم مصري بطعم مصري. كل ما تغلي تاخد لون، خلي بالك. تطلع الكب كيك من الفرن. يلا، اللهم صل على النبي. ايه الدنيا، هو ده. ونشوف المشمش فين مكانه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، احنا المشمش ده نعمله اي حاجه، ايس كريم عملناه، سموزي عملناه، كب كيك عملناه، عصير عملناه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ طبعا وهو سخن كده بنرش رشه سكر بودر علشان ياخد الطعم وياخد البصمه. طبعا يبرد، بنغرفه دلوقتي في الاطباق. انا شخصيا بحب اكله سخن بصراحه، مع كوبايه قهوه كده وكوبايه شاي. عينيا، نقلب البسطرمه، قصدي الملوخيه. اخبار التومه ايه؟ لسه شويه نعناع يابس. نعناع يابس يعني نعناع ناشف مع التوم. ليه يا شيف؟ علشان لما ناكل التوم ده ما يبقاش في ريحه التوم في بقنا، خلي بالكم. ونقلبهم كده. سنه بابريكا، انا بعمل الخلطه اللي على الوش. حلو، شويه فلفل اسود، كل ده في الخلطه. حلو قوي، شويه كمون في الخلطه. واقلب التومه بتاعتي، اتغير لونها، خدت لون. عينيا، حاضر. كل ده مع بعضه اهو. ناخد البسطرمه بتاعتنا الجميله الحلوه. بيقولي لازم تطلع فاصل، انا بقى بيبقى عندي حاجه كده لازم اكملها، لان انا عاشق للاكله دي. خلي بالكم لما بشتغل فيها بفتكر كل تفاصيلها مع امي. واقلب كده. سيبونا اقلب البسطرمه مع الكشنه او الخلطه او التتبيله اللي هي التومه مع البهارات، وتتشوح كده وتتحمص، وعند البصاره بتغلى على النار مع الخضره بتاعتها. هنرجع مع بعض نشوف هنغرفها ازاي، ونعمل طبق الكفته بالسجق البلدي لاطفالنا الحلوين. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وحاجة جديدة نجربها مع بعض، نقول وصلنا لدرجة الإبداع. خلونا نشوف البسطرمة مع التومة مع النعناع اليابس مودينا لفين. بسطرمة يعني عود روز بيف متكتف كويس معمول بالدبار وخد التوبنج بتاعه من الحلبة الناعمة والتومة والفلفل الأسود والملح، تبقى عجينة كده وبيتعمل له جبس بيه كده، وزي واحد يكون بيجبس دراعه يعني من الآخر، ويتلف كويس ويتحط في مكان فيه تهوية متعلق لمدة 21 يوم حسب حجمه وحسب وزنه، وبعدين نفتح عليه ونسمي بسم الله. آدي الفول بتاعي وصل الخضار والطعم زي الفل. يلا اللهم صل على النبي. جاهزين؟ فرسان التلفزيون المصري. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ البصاره لازم تنزل بالقوام ده، لازم بالقوام ده يا شيف. ليه؟ علشان دي لسه هتبرد، فما طلعهاش من التلاجه تبقى عامله زي الجبس او زي الاسمنت. خلي بالك الحاجات اللي بقولها دي بتحصل، تيجي اكل بصاره الاقي عايز انزل بالمعلقه، عايز اضرب المعلقه ودن القطه تطلع في ايدي على طول. اه زي الفل. معانا الطشه بتاعتنا الحلوه اهي. اهي يا ويلي شويه البابريكا اللي انا حاططهم دول. اه ده اللون بتاع البابريكا مع البسطرمه مع التومه عشق كده، واخد بالك؟ اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ يلا الف انا وشيف اللي ياكل. طبق مش بيتكلم مصري، بيتكلم ريفي وصعيدي ومصري كل اللغات المصريه اللي في العالم. اه اه ايه الجمال ده؟ والعود النعناع ده كده. تعال نعمل مع بعض طبق حلو كده هيعجبكم، عشان انا عارف مهما اجتهد في الطبق ده في اطفال بيعترضوا عليه، بس بعد ما بيكبروا شويه ويرجع لاصول الاكل وجذور الاكل والزمن الجميل يقول لك اجربها، يا من ايد حماته يا من ايد مامته، الاثنين ربنا يطول في عمره. حلو، خلينا نتكلم الصراحه. يعني انا هعمل دلوقتي للاطفال المعترضين هنعمل لهم كفته البطاطس بالسجق بمدرسه المغازي. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. استاذنك استاذ رحاب نشوف المقادير. بسيطة وسهلة لا تتعدى أصابع اليد العشرة. أه طاسة على النار شديدة الحرارة، بنحط فيها معلقة سمنة صغيرة. أه والمقادير على الشاشة. حلو، معلقة السمنة نسيبها كده، وناخد البطاطس اللي سلقناها مسبقا، وبعد ما سلقناها بالقشرة سبناها لما تبرد وقشرناها. ليه سلقتها بالقشرة وتعذب نفسك يا مغازي؟ عشان أحافظ على النشويات والكربوهيدرات والسكريات اللي موجودة في البطاطس، لأن معظمنا بيقشرها ويسلقها، وبعد كده بتلاقي فقدنا النشويات والكربوهيدرات والسكر اللي موجود فيها في المية بتاعة السلق، وكده أنا ما بستفيدش بيها. فأنا سلقتها بالقشرة سبتها لما تبرد، وبعدين بخليها بالشكل ده كده. اه الله. اه والطاسة بتسخن عندي. حلو. اه زي ما أنا شغال كده واحدة واحدة. اه هنا كده هرست البطاطس بإيدي، خلي بالك لازم تكون خشنة. بنكسر عليها كده ثلاث بيضات، الكمية دي تاخد ثلاث بيضات عشان ده كيلو بطاطس. نخليهم كده زي الفل. نيجي بقى للتركاية. ايه هي يا مغازي؟ هناخد السجق البلدي بتاعنا ده كده ومعايا بلانشة صغيرة، وامسك السجق ده اقطعه، بس لازم تكون الطاسة شديدة الحرارة. يعني ايه يا شيف؟ يعني ما ينفعش السجق ده ينزل في طاسة باردة، هيتحول للحمة مفرومة، فلازم الطاسة فيها شوية زيت وتكون درجة الحرارة عالية جدا. اللي أنا بقوله ده مهم جدا على فكرة، التفاصيل دي مطلوبة. هناخد السجق ده كده، اللهم صل على النبي تعالى، وسكينتنا كده الحلوة، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا عم الجزار. آه. حلو زي الفل. اه زي ما هو كده تشتريه من عند الجزار، واحطه قدام عينيا كده، واجيب السكينة كده. اه سكينة حامية. اه التقطيعة دي مطلوبة. اه ودرجة حرارة الطاسة شايفها ان هي شديدة الحرارة. اه السجق ده فيه تتبيلة فيه طعم. البطاطس هرستها بإيدي خشنة، حطيت شوية بقدونس وشوية شبت، كسرت تلات بيضات، حط الملح والفلفل دلوقتي ونظبط الطعم. بس خلونا احط السجق ده في النار عشان نكسب وقت. وانا شغال عينيا الشمال بترف اللي هي ناحيه البصاره، وانا واقف كده عايز اروح واجيب العيش البلدي من الفرنه واكلها كلها زي ما احنا شغالين كده. الغطا في ايدي اهوت، خلي بالك التركيه دي مطلوبه. استنى على البصل دي تاخد لون،
تقولوا لي بتكره ايه يا شيف؟ والله للامانه بصله نيه في الشوربه، بصله نيه في الكفته، بصله نيه في طبق في رغيف حواوشي بيعصبني. انا احب البصله مستويه ايا كانت بقى، جوه شوربه، جوه رغيف حواوشي، جوه فطيره، الحاجات دي كلها. النار متخافش على ايدي، النار ما بتحرقش مؤمن. اه حلو تمام. البصله كده اخبارها ايه؟ زي الفل. ننزل بالسجق بتاعنا، نرجع للسجق. ليه غطيت الطاسه يا عم الشيف؟ ايوه ده السؤال. السجق ده انا مقطعه قطع صغيره، والسجق ده عنوانه ان يبان سليم كده، اصابع في قلب الاكله وفي قلب الطاجن، فانا قطعته وهو ني، فلازم ينزل في طاسه شديده الحراره وغطيه عشان ياخد البصمه ويبقى زي عقله الصباح كده في قلب الكفته. اهو هي دي الحلاوه. طيب نقلبه مع بعض. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه؟ ايه الحلاوه دي؟ اهو ايه الحمر والجمال ده؟ اهو مهما بقى تحطيه مع البطاطس مش هيتغير شكله خالص. اه بهاراتك يا عم الشيف كده صغيرين، دلعه كده خليه سبايسي ماشي. اه ده هناخده دلوقتي، وعلى فين؟ على فين بقى حد يقول لي؟ على البطاطس وشويه زعتر. يلا شوف البطاطس اخبارها ايه؟ اهي حطينا عليها شويه خضره من البقدونس والشبت وقليل الشبت الحرامي ده بيسرق الطعم، ونقلب الخليط ده كله مع بعض كده كويس مع البطاطس. وعندي قالب في اشكال بقى عند اخواننا اللي بيبيعوا الحاجات ديت، تلاقي شكل قلب، شكل مستطيل، شكل مربع بتاع التشيز كيك، بتجيبيه وتدهنيه سمنه او زبده وتحطه في ارضيته شويه بقسماط. هو معانا على الشاشه، جيبوا لي يا مخرجنا يا جميل يا مبدع عينيا يا فندم القالب ده، والله يوفقك. اه اه ده القالب ده مهم جدا. بجيب القالب ده كده بدهنه سمنه تركيه، هنا برضو دي حاجه كده حلوه تعجبكم، بدهنه سمنه او زبده وبعدين برش فيه شويه بقسماط. هاخد اللي انا عملته ده كده هنا اهو بالشكل ده كده، باخد شويه منه كده واقلبه. يلا يا عم الشيف. اه وفي قلب الطاجن بحطها. يا ويلي على الفطيره دي يا شيف، يا ويلي. فيها بيض اه، فيها بروتين اه، فيها نشويات اه، فيها كربوهيدرات اه، فيها خبره وابداع فن طهوي اه. اهو هناخد ده كله مع بعضه اهو زي ما انا شغال كده اهو اهو في قلب الايه؟ القالب ده. هو ده يا عم الشيف. اه دي تاكلي منها بقى وتدعي لي، تقطعي منها زي المكرونه البشاميل كده. نعم والله حسب الرغبه، عايز جبنه ماشي، بس انا يعني ايه عايز الطعم يبقى هنا السجق وبطاطس. حطينا جبنه موزاريلا خدت الطعم. ناخد السجق البلدي اللي شويه الحلوين اللي عندي دول كده، بحطهم على الوش عنوان الطبق وبحطهم كده، وافتح الفرن بتاعي. احنا عندنا فاصل ولا خلصنا يا شباب؟ يا ريت تدوني 5 دقايق والله العظيم، بجد والله العظيم خبر بيزعلني والله العظيم. قال لك لازم نختم، بس قبل ما اختم لازم نقول احنا عملنا ايه علشان ده مهم جدا. اه الفرن بتاعي درجة حرارته 180، نبص عليه كده ايه الحلاوة دي؟ زي الفل. اللي انا غابس، اللي انا خابس فيه الكب كيك من شوية بنفس الدرجة، هاخدها زي ما هي كده اهو خالص اهو، وتتحط هنا يا عم الشيف بالشكل. بص عليها كده عينيا اهو، دي مهمة جدا. اه اه دي مهمة جدا. عايز اقول حاجة بقى قبل ما ننهي الحلقة، عشان المفروض ان انا دلوقتي خلصت. انا للامانه ببقى عايز مع حضراتكم كده 5 ساعات كل يوم، ما بملش، لا امل ولا كل، مع مشاهديني ومع حبائي ومع كل اللي بيتابعوني على شاشه التلفزيون المصري. ولكن احنا بيحكمنا وقت، بيحكمنا نظام، فلازم الصينيه دي في الفرن هنا عايزه لها تقريبا 20 دقيقه عشان اللي يعملها 20 دقيقه بتطلع من الفرن. وظيفه البيت هنا، وظيفه البيت بيتماسك فيه كل حاجه، وبيطلع معايا قالب بشكل مستطيل حلو زي صينيه المكرونه بالبشاميل بس مختلفه، دي ما فيهاش صوص، وتقطعها كده مربعات تبقى لطيفه وجميله. عملنا النهارده الكب كيك بالمشمش لاطفالنا الحلوين عشان نكافئهم كده ويقدروا ان هم ياخدوا الوجبه بتاعتهم من البيت مع كوبايه العصير. جوزك هو نازل على الشغل مع كوبايه الشاي. عملنا طبق بيتكلم مصري بكل اللغات المصريه، الريف المصري نعم، الصعيد المصري نعم، القاهرة نعم، اسكندرية نعم عشان ما حدش يزعل، أسوان والأقصر نعم، كل ده. ولكن إضافة الشيف المغازل للبسطرمة عايزين نشوف نعم أو لا على السوشيال ميديا. الطاجن الكفتة بتاعتي في الفرن هطلعها عشان نشوفها مع بعض،
ورؤية وفن وإبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيروت.